الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التسمي بملك الملوك وهل يجب تغييره؟ لا يجوز التسمي بملك الملوك، لأن هذا اسم لله جل وعلا، هو ملك الملوك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أقنع اسم عند الله أو أوضع اسم عند الله رجل تسمى شاهان شاه، وهو بلغة الفرس ملك الملوك. شاهان شاه يعني ملك الملوك، لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز التسمي بهذا الاسم، ويجب تغييره، يجب تغييره، لأن الاسم المحرم يجب تغييره. نعم.